رخيصة التكاليف، سهلة التنفيذ، ومن الصعب منعها، هي العوامل الثلاثة التي جعلت من عمليات الدهس أحدث أسلحة ما يسمى بالدولة الإسلامية، وهي العوامل ذاتها التي وضعت هذا التكتيك في صدارة أنماط العمليات الإرهابية اليوم. لكن كيف بدأت هذه الفكرة؟ أو من أين اقتبسها التنظيم؟ في مراجعة سريعة، لا يمكن فصل عمليات العربات المفخخة عن سياق هذا النمط الجديد الذي شاع منذ الخمسينيات في أكثر من بلد، لكن أعنفها كان في الدول التي دارت فيها حروب أهلية طاحنة مثل إيرلندا ولبنان، الذي شهد عشرات العمليات التي حملت هذا الطابع. لاحقا وتحديدا في العام 2008 نفذت ثلاث عمليات دهس في الأراضي الفلسطينية، أكبرها كان في القدس عندما دهس فلسطيني حشدا من الشرطة الإسرائيلية، ما أدى إلى جرح نحو 19 منهم. وفي العام ذاته انتقلت عمليات الدهس للمرة الأولى إلى خارج الأراضي الفلسطينية، إذ نفذ شخصان من أقلية الإيغور المضطهدة في الصين عملية مشابهة باستخدام شاحنة ضد الشرطة، ما أدى إلى مقتل 16 منهم. ظل هذا السلاح لاحقا محصورا في إسرائيل وفي الصين، على الرغم من استخدامه في بعض الحوادث الفردية في عدد من الدول، قبل أن تنقله الدولة الإسلامية في العام 2014 إلى أوروبا، وتحديدا مدينة ديجون الواقعة جنوب العاصمة باريس، في عملية أدت إلى جرح 11 شخصا. وكرت الصبحة لتستهدف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، لكن عملية برشلونة الأخيرة تبقى الأعنف إذا ما استثنيت العمليات التي جمعت بين الدهس وإطلاق النار أو التفجير. واليوم باتت هذه العملية الإرهابية تشكل التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية في أوروبا وغيرها من الدول، خصوصا أن الأمن الاستباقي يبدو سلاحا ضعيفا في وجه هجمات من هذا النوع لا تتطلب الكثير من الجهد على صعيد التخطيط أو التنفيذ.